فنس ده هو هو الهيد كوتش يعني. هو الاتحاد مفروض مو اكو هسه منو مشرف وياهم مو غانم عرابي مفروض ورا كل بطوله يجي يقعدون يابا هذا المدرب زين مو زين. لا مو صح استاذ كاظم والله. شلون مو صح يعني شنو كل مشرف كل لاعب دولي يعني هو لا خبير لا لا لا, لا مو انت تقول هو اللي يقيم يصير اجتماع هو يصير هو يقيم لا يعني غانم يعني غانم عرابي يقدر يقيم المدرب. لا, لا هو الكادر وياه كل الكادر يجي يعني هذول المدربين المساعدين العراقيين ما يصير يقيمونه هم هذول بالعاملين وياه بالملاك يا استاذ مو هم اللي يقيمونه يعني مساعده يقيمه يعني مساعده يقيم تقييم يعني العمل مالهم العمل مالهم راحوا المعسكر استفادوا لعبوا وسووا. ليش ما نعكس المعادله دكتور؟ انا عندي لجنه خبراء كل واحد من خبراءنا يستلم روح ناقش لي اسلوبه. فانت ليش ما رحت ويا المنتخب حتى تشوف تمرين المدرب يمرن صح يمرن خطا تبديلاته شنو؟ اقول لك انا هذا مفروض يعني كل مو استاذ محمد لو موجود غير عندنا لجنه خبراء هي اللي تقيم يعني ما خليهم على المنتخبات. المفروض كل واحد مدرب منتخب او اربعه مجتمعين وكل المدربين مع المنتخب هو شنو انا اوزعهم مو يشرف يشرف لا ولا عنده اشراف استاذ. هو مو موجودين الان يعني هسه الان خلال تابعوا سنه تابعوا وطوني تقرير يعني خلال سنه كامله لسكوب من وين يتابعوا غير بمعسكر شو مو شفتوا كل البطولات وين شفنا بطوله غرب اسيا نقلت مباشر هسه على التلفزيون تقيم مدرب لو تقيمه بالعمل بالتدريب يدرب صح يدرب خطا مو هنا الدرب حتى الجمهور يقيم المدرب انه نتيجته مو حتى من صارت معسكرات في كربلاء وبغداد استعان بكم الاتحاد روحوا شوفوا تدريبات المنتخب ولا شفنا معناها اكو خطا يعني اكو شيء متجذر بالاتحاد اكو استاذ هذا من اشوف بسايه حتى الاتحادات السابقه يعني دكتور اكو خطا متجذر بالاتحاد في كيفيه التعامل مع المنتخبات غزه ومنتخب واشراف حتى هاي البطولات المحليه والا ما معقول انا اقسم المنتخبات ارث لاعضاء الاتحاد هذا خلل مستمر هذا خلل من لحد الان هو مو الاولمبي روح اخذ فلان ابن فلان والاولمبي يلا يا غانم عريض التعار هي مو مقاطعه هذا منتخب وطن فاحنا منتخب الوطن من تعبث به هذه الايادي هاي مشكله ما جاي تجي نتائج على مستوى احنا نعرف نعرف اللجان وكل واحد يعرف دور هشون اللي بس احنا مفروض يعني الاتحاد يكون دور يعني احنا مثلا ببطوله دبي قبل ما نشارك بالبطوله قبل اربعة اشهر مو انتهت بطوله دبي الدوليه نعم. هذه شاركت فيها خيره المنتخبات احنا شاركنا من 10 فرق احنا طلعنا الثامن طلعنا 8 استاذ من 10 يعني هذا ما تدعو انه الاتحاد او اللجنه الفنيه او الخبراء انه تقعد تقيم هذا الفريق طيب تعال يا سكوب او نفسك المشرف انت الان تقول هو المشرف تعال اقعدوا انتم صار لكم سنه تعدون اختبرتوا اكثر من 60 الى 70 لاعب من هذول ال 70 يعني ما طلعتوا لكم 23 زين انطيني شنو الاساليب اللعب شنو النتائج هسه مرات ماكو اساليب لعب بس تجي نتائج صحيح تسكت ما تقدر تتكلم مرات النتائج السكتة مو بس الاسلوب هسه احنا لا نتائج انت راح تشوف لاعبين تطوروا ومو من خلال زين هم اللاعبين تطوروا راح يكون خبره احنا امام تهيئة للمنتخب مرحله بالمستقبل ايه انت جاي صار لك سنه تعد وتتعب بهذا الفريق وانتهاء البطوله كل اللاعبين بعد ما يحق لهم يلعبون اولمبي وراح نرجع لنقطة الصفر راح نرجع لنبني هو هو هي تسلسل استاذ هي هذا حتى يصعدون للاولمبي وبعدين يصيروا وطني هم هذول البارزين هسه خلينا نكون منطقيين انا قبل بدايه كلامي استاذ علي قلت لك هذه المنتخبات يعني من الاولمبي ونازل انت احد الناشئين مو مهمتها الرئيسيه تجيب نتائج النتائج ممتازه يعني تضيف لك لكن ايش قد تخرج لك مواهب هسه الان خلينا نكون منطقيين انا من هذا المنتخب هسه كله اشوف بس ثلاثه ممكن يلعبون المنتخب